هنختم أخبارنا بخبر جميل الحقيقة. ساعات قليلة بتفصلنا عن بدء الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واللي بيعتبر واحد من أهم وأقدم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وفي أفريقيا والشرق الأوسط. الافتتاح هيشهد تكريم الفنانة الكبيرة الجميلة نيلي والفنان كريم عبد العزيز. كمان هيكرم المهرجان المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.R. رحمن، واللي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم ضمن قائمة مجلة التايم. وهيكرم المهرجان أيضا المخرج الفرنسي تيري فيرمو مدير مهرجان كان السينمائي. احنا معانا زمايلنا من المهرجان، احنا يعني زي ما قلنا لحضراتكم ساعات قليلة بتفصلنا عن افتتاح المهرجان. زميلتنا شرمندة الدسوقي موجودة، يعني اهلا بيك يا شرمندة، وعاوزينك تكلمينا عن ايه المختلف في هذه الدورة عن اللي فاتت، ايه الجديد فيها؟ تحياتي لك دينا ولكل مشاهدي اليوم. يعني من داخل دار الاوبرا المصريه، دقائق قليله جدا بتفصلنا عن افتتاح الدوره 43 لمهرجان القاهره السينمائي الدولي، وزي ما قلتي هو واحد من اهم واعرق المهرجانات داخل الوطن العربي وافريقيا. دوره السنه دي الدوره 43 خليني اقول لك انه بتتميز بالكثير من الاحداث والتطوير. يعني يمكن اهم خبر متواجد معانا هو تكريم النجمه العظيمه نيلي. خليني اقول لك انه كل العاملين داخل المهرجان والفنانين متشوقين جدا لهذا التكريم ولرؤيه الجميله نيلي. كمان معانا تكريم كريم عبد العزيز زي ما قلت. خليني اقول لك انه الدوره السنه دي بيتواجد فيها اكثر من 100 فيلم مشارك، كمان اكثر من 50 دوله مشاركه على انحاء العالم اجمعه، كمان اكثر من 30 فيلم دولي وعالمي عرض اول داخل مهرجان القاهره السينمائي الدولي دورته الـ43. كمان خليني اقول لك انه من الفنانين المصريين المشاركين في اللجان التحكيم، وده يمكن بتبقى اكتر حاجه همانه انه المشاركه المصريه داخل المهرجان المصري مهرجان القاهره السينمائي، وبيتواجد معانا الفنانه نيلي كريم في احد المسابقات الموجوده ولجان التحكيم. كمان موجود الفنان امير المصري، وهو من ضمن الفنانين اللي تم تكريمهم العام الماضي في الدوره الـ42، وهو احد لجان التحكيم هذا العام. كمان بيتم اختيار المخرج تامر محسن من ضمن لجان التحكيم للاربع مسابقات الموجودين داخل المهرجان. خليني اقول لك برضه مش لازم ننسى ابدا انه كافه العاملين على المهرجان حريصين جدا على تطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه حرصا على صحه الضيوف المشاركين والمتوافدين على المهرجان، وكمان كافه العاملين داخل المهرجان. يعني زي ما قلت لك في البدايه دقائق قليله جدا بتفصلنا، احنا متواجدين على الريد كاربت، يعني يمكن الصوره من ورايا شويه بدا العمل فيها داخل الريد كاربت، بدا الفنانين ان هم يتوافدوا والمشاركين على المهرجان. هنتابع طبعا مع حضراتكم خلال شاشه دي ام سي حفله الافتتاح اللي دقايق قليله بتفصلنا بيه، وهنستمتع بحفله جميله جدا للدوره 43 لمهرجان القاهره السينمائي الدولي. عوده اليك ايدينا. طيب شرمندة، مين اللي هيحيي الحفله، حفل الافتتاح؟ عرفتي ولا يعني عرفت؟ خليني اقول لك انه الحاجات اللي زي دي بتكون يعني نوعا ما مفاجآت، واحنا كمان بنبقى مبسوطين ان احنا ما نبقاش على علم بيها قوي مين اللي هيحيي الحفل، لانه بنبقى متفاجئين وبنبقى مبسوطين جدا داخل الحفله. لكن خليني اقول لك انه في رواج كبير جدا للدوره 43 ونشاط كبير جدا، وزي ما قلت لك انه اهم خبر معانا هو تكريم النجمه نيلي. كل الناس طبعاً متشوقين لحضورها ولرؤيتها والالتقاط الصور التذكاريه معاها، يعني هي معشوقه الوطن العربي كله مش بس للمصريين بس. طيب مهرجان القاهرة مصنف فئة ألف من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، من خلال تواجدك هناك شايفة ازاي الحضور الأجنبي في المهرجان والمشاركة الأجنبية فيه؟ عايز اقول لك طبعا انه مش بس وسائل الاعلام المصريه او العربيه هي اللي بتكون متواجده داخل المهرجان، لكن في مكان مخصص للجهات الاعلاميه الاجنبيه بيبقوا حريصين جدا ان هم يشوفوا الاهتمام بالمهرجان القاهره السينمائي، لانه من اهم المهرجانات افريقيا وعلى مستوى الوطن العربي، بيحضروا عدد كبير جدا برضو من الفنانين الاجانب، وبيحضروا برضو من مشاركات من دول اجنبيه. كمان بيبقى في دور العرض
الافلام المشاركه زي ما قلنا اكتر من 100 فيلم حوالي فيهم مشارك عدد كبير جدا من الافلام الاجنبيه. الجهات الاعلاميه الاجنبيه بتكون حريصه انها تعرف ردود الافعال الجمهور المصري والجمهور العربي تأكيد. اللي بيبقى متواجد ضيف لينا هنرصدها بكل تاكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا شرمندا الدسوقي هناك من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43 لحظات قليلة ويبدأ الاحتفال. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من اليوم، لكن دايما كل يوم جديد بيكون معاه وفيه الكثير من الأحداث.